بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. تحدثنا بعض الحديث عن الفقرة الأولى، اللهم اجعلني من جندك، وقد تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن جنده في قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. وقد تحدثنا كثيرا من الحديث حول كيف يكون الإنسان جنديا لله، وذلك بأن يعد نفسه من خلال طاقاته ومن خلال أوضاعه حتى يدخل في أي ساحة فيها معركة بين الله وبين الشيطان وبين أولياء الله وبين أولياء الشيطان، فلا يتأخر عن الدخول في أي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ولتكون كلمة الشيطان هي السفلى، سواء كانت هذه المعركة معركة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية، لأن هذا هو معنى الجندي، هو الذي يحاول أن يكون جاهزاً للمعركة في أي وقت يرتفع فيه نداء المعركة. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. هنا حديث عن حزب الله. لا بد لنا أن نتفهم هذه الكلمة التي وردت في القرآن الكريم في موضعين، فالموقع الأول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمورد الثاني في قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من الطبيعي أن الناس عندما تتحدث عن كلمة حزب تتحدث عن وضع تنظيمي معين يحصر الناس في دائرة خاصة بالإضافة إلى الدوائر الأخرى، ولكن الكلمة القرآنية تتسع لكل الناس الذين تتوفر
فيهم شروط معينة، يعني ليست كلمة حزب الله تعبر عن كلمة تنظيمية، ولكنها تعبر عن وضع إنساني إيماني يتحرك فيه الإنسان من خلال الإخلاص لله ولرسوله والذين آمنوا والولاية لهم، ومن خلال الموقف الصلب الذي يكون الله فيه أحب إليه من أبيه وابنه وأخيه وعشيرته، بحيث لو وقف في موقف دار الأمر فيه بين أن يكون مع الله وبين أن يكون مع أبيه أو مع ابنه أو مع أخيه أو مع عشيرته، لكان الله أحب إليه من أولئك كلهم، ولكان الله أقرب إليه من ذلك. وهكذا يعيش الإنسان في قلبه الإيمان بالله، بحيث يكون إيمانه كما لو كان مكتوباً على قلبه، وأن يرضى عن الله في كل قضائه وقدره، ويرضى الله عنه في ذلك كله. هذه يقول أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن كلمة حزب الله ليست كلمة تنظيمية، ولكنها تتسع للمسلمين كلهم وللمؤمنين كلهم الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو ابن أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك الذين كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني هؤلاء حزب الله هم الذين يعيشون ولاية الله ويعيشون ولاية رسول الله ويعيشون ولاية الذين آمنوا، وهم الأئمة عليهم السلام والسائرون في خط الأئمة عليهم السلام. فالكلمة هي أوسع من الجانب التنظيمي، وكلمة حزب الله في القرآن الكريم يقابلها كلمة حزب الشيطان، وهذا ما تعرضت له هذه السورة، سورة المجادلة، في قوله ألم ترى، هذا حزب الشيطان، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. لاحظوا كيف يركز على الذين يؤيدون ويتولون ويبايعون ويدعمون ويساعدون قوماً غضب الله عليهم. والله إنما يغضب على غير المؤمنين، على الكافرين. الله يغضب على الخائنين، الله يغضب على الفاسقين، الله يغضب على الذين يتحركون في خط الانحراف. إذن الذين يتولون يعني الأشخاص الذين يتحزبون ويساعدون ويدعمون ويحبون ويوالون ويعاونون قوماً غضب الله عليهم. معنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني الذين صراط الذين لم تغضب، اجعلنا ممن لم تغضب عليهم. كيف الله ما يغضب علينا؟ إذا اتبعنا طاعته وإذا سرنا في خطه. أما إذا سرنا في غير خط الله سبحانه وتعالى، إذا سرنا في غير خط طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب علينا.
كذلك إذن الله يركز أن لا نتولى هؤلاء القوم. لاحظوا الآية: ألم تر إلى الذين تولوا قوما لم يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا وإنما تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم، يعني ليسوا من المسلمين ولا منهم، باعتبار أنهم يتحدث عن اليهود وعن المشركين وعن الكافرين، ويحلفون على الكذب، يعني هؤلاء يحلفون للناس فيما يعدونهم به وفيما يتحدثون إليهم عنه، وفي كل هذا يحدثون الناس بالكذب ويحلفون عليه، مثلا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون مواقع الصدق من الكذب. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني هذا هو العمل السيء. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني هؤلاء الناس إذا رأوا أن الناس تشكك بهم وأن الناس ترتاب بهم وأن الناس تبتعد عنهم، فإنهم يعملون على أن يواجهوا الناس بالأيمان المغلظة، فليتخذوا اليمين درعا، جنة يعني درعا يقيهم شكوك الناس ويقيهم ارتياب الناس. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني فانطلقوا في الطريق الذي يمنعون فيه الناس عن الاتجاه في سبيل الله، لأنهم يوجهونهم إلى سبيل الشيطان وإلى سبيل الظلم وإلى سبيل الكفر وإلى سبيل الاستكبار، فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب أليم. لن تغني عنهم أموالهم مهما كثرت ولا أولادهم مهما كانوا كثيرين من الله شيئا، فسينالهم عذاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا في يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم، هؤلاء متعودون على اليمين الكاذب، فقد يخيل إليهم بفعل عادتهم أن قضية الآخرة مثل قضية الدنيا، كيف أنه بالدنيا يخدعون الناس بالحلف، كذلك يحاولون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني أنهم وقفوا على أرض ثابتة. ألا أن إنهم هم الكاذبون. استحوذ، هذا محل الشاهد، استحوذ عليهم الشيطان، يعني سيطر عليهم الشيطان فدفعهم إلى الكفر وإلى الاستكبار وإلى الكذب وإلى الحلف بالأيمان الكاذبة. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استغرقوا في ملذاتهم وشهواتهم وأطماعهم وأوضاعهم فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فحزب الشيطان هم الذين لا يلتزمون بالله ولا يلتزمون بأولياء الله، بل يلتزمون بقوم غضب الله عليهم، وبالذين يحلفون على الكذب، وبالذين يتخذون أيمانهم جنة ويصدون عن سبيل الله. وعلى الأساس إذن الحياة تختزن في داخلها بحسب الناس، تختزن حزب الشيطان وحزب الله، فحزب الله هو كل مؤمن يخلص لله ولرسوله، كل مؤمن يخلص لدين الله، كل مؤمن يلتزم خط الله، كل مؤمن يجاهد في سبيل الله، كل مؤمن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كل مؤمن صادق، كل مؤمن أمين، كل مؤمن عفيف، كل مؤمن تقي، كل مؤمن مخلص، هذا حزب الله. ولذلك فإن الإنسان عندما يعتبر نفسه حزب الله ويكذب، يعتبر نفسه حزب الله ويخون، يعتبر نفسه حزب الله ويعاون الظالمين،
يعتبر نفسه حزب الله ويسير مع المستكبرين ومع الكافرين ويدعم الخائنين ويلعب على الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ولا ينفتح قلبه على النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا حزب الشيطان، ولكنه يسمي نفسه حزب الله. كلمة حزب الله ليست ورقة يسجل فيها اسمك، ليس تنظيما تأخذ فيه موقعك، وإنما هو عقل منفتح على الله وقلب يخفق بحب الله وموقف يلتزم حدود الله وطريق ينفتح على الأهداف التي يحبها الله هذه. وعلى الأساس الإنسان يستطيع يحدد نفسه هل هو من حزب الله أو من حزب الشيطان. ليس كما قلنا ليس شيئا يحصره تنظيم، وليس شيئا يحصره فئة، بل كل فئة تنفتح على هذا الخط القرآني فإنها تستحق هذا الاسم، وكل فئة لا تنفتح على هذا الخط القرآني فإنه يستحق الاسم الآخر وهو اسم حزب الشيطان. كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى فهو حزب الله، وكل من قاتل لتكون العصبية هي الأساس ولتكون العائلية هي الأساس ولتكون الأطماع والأهواء هي الأساس فهو في حزب الشيطان يتحرك. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يركز في نفوسنا، لاحظوا، قل فأولئك هم المفلحون يدخلهم جنات تجري من تحت، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله يقول هذا حزب الشيطان، شو بيقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لحزب الشيطان؟ يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله يدعو حزبه ليدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وليؤيدهم بروح منه وليسيرهم في طريق الفلاح وليرضى عنهم، بينما الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في ما يعيشه في عقله وفي قلبه وفي روحه وفي مشاعره وفي التزامه وفي مواقفه وفي علاقته ليعرف نفسه في أي اتجاه يسير. وبهذا عندما يقرأ هذا الدعاء في يوم الثلاثاء واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، عليه أن يعرف كيف يكون من حزب الله، وعليه أن يقرأ الآيات التي تتحدث عن حزب الله وعن الآيات التي تتحدث عن حزب الشيطان، ما هي ملامح حزب الله وما هي ملامح حزب الشيطان، ليختار لنفسه كيف يسير وكيف يتحرك. واجعل لي من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى أن يكون الإنسان وليا لله، الولاية لله، أن يكون الإنسان ولي الله، هذا يعني يتحرك في خطين. هو الخط الأول أن يكون الله وليه، والخط الثاني أن يكون هو ولي الله، أن يكون الله وليه بأن يعتمد على الله في كل قضاياه وأن يلتزم خط الله في كل أموره. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما أن يكون الإنسان ولي الله فهو أن يحب الله، أن يؤمن بالله، أن يطيع الله، أن يلتزم حدود الله، أن ينصر الله في عباده، أن ينصر الله في رسله، أن ينصر الله في دينه، أن يحب الله ورسوله وأن يجتذب محبة الله له. هذا
كل من كان في هذا الخط، يعني من كان الله أقرب إليه من الناس، من كان الله أحب إليه من الناس، من كانت طاعة الله أقرب إليه من طاعة الناس، من كان هدفه في الحياة أن يرضى الله عنه ولا أن يكون هدفه في الحياة أن يرضى الناس عنه فقط، هذا هو ولي الله. والله حدثنا في أكثر من آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا هو مصداق الولاية لله سبحانه وتعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء أيضا. وهكذا يتحدث الله عن هذا الجانب في أكثر من آية من الآيات التي تتحرك في القرآن الكريم. كذلك الإنسان عليه أن يختبر نفسه، هل أنه ولي الله أو أنه ولي الشيطان؟ ولي الله هو أن يحب الله، أن ينصر الله، أن يقف عند حدود الله، أن يدعو إلى الله، أن يجاهد في سبيل الله. ولي الشيطان أن يحب الكافرين والمستكبرين والخائنين والفاسقين والظالمين، وأن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لهم الجنة ولهم الأمن ولهم الطمأنينة في يوم القيامة. وعلى هالأساس هالفقرات الثلاث، أن يكون الإنسان جندي الله، أن يكون الإنسان حزب الله، أن يكون الإنسان ولي الله، هذه الفقرات الثلاثة لا بد لنا أن نعيش معانيها في كل حياتنا، حتى نطلب من الله أن يرزقنا بأن تتجسد فينا هذه العناوين، حتى نكون القريبين إليه الذين يدخلون جنته ويحصلون على رضوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحمد لله رب العالمين.